أحبائي في الله، مع تبويب جديد من تبويبات الحافظ اللالكائي، نعيش في هذه الليلة في مسألة مهمة متعلقة بمبحث الاعتقاد، حيث قال: سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد رأى ربه. سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد رأى ربه. هذه المسألة إخواني في الله فيما يتعلق برؤية الله جل في علاه من قبل نبينا صلى الله عليه وسلم في الحياة الدنيا مسألة قديمة تكلم فيها السلف الصالح رضوان الله عليهم. وهذه المسألة ينبغي لنا أن نفهم أن كلا الطرفين يثبت رؤية الله عز وجل يوم القيامة، لكن الذي وقع فيه خلاف بين السلف هل هذه الرؤية لنبينا صلى الله عليه وسلم حصلت في الحياة الدنيا أم لا، وخصوصا في حادثة الإسراء والمعراج، أي عندما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه جل في علاه. وهذه المسألة لخصها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في مجموع الفتاوى في الجزء السادس صفحة 509 إلى 510، قال: وليس في الأدلة ما يقتضي أنه رآه بعينه، ليس في الأدلة ما يقتضي أنه رآه بعينه، أي لا يوجد دليل يؤكد ويثبت ويبرهن أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى الله جل في علاه بعينه صلى الله عليه وسلم، ولا ثبت ذلك عن أحد من الصحابة ولا في الكتاب والسنة ما يدل على ذلك، بل النصوص الصحيحة على نفيه أدل. إذن هنا شيخ الإسلام يعطيك الخلاصة، وهي أن حتى عن الصحابة ليس فيه خلاف في أن الله عز وجل لم يره النبي صلى الله عليه وسلم في حادثة المعراج، وإنما كما ثبت عن ابن عباس وغيره كما سيأتي قال أنه رآه بقلبه. ومعنى رآه بقلبه، ما معنى رآه بقلبه؟ عندما تسمع تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى الله جل في علاه بقلبه، فماذا تفهم؟ لا، يعني علم عظمة الله تعالى، علم في قلبه أن الله عظيم، يعني قذف في قلبه عليه الصلاة والسلام ما يجعله يشعر أنه رأى الله. فهذا الشعور وهذا الإحساس وهذه الطمأنينة التي قذفت في قلب النبي صلى الله عليه وسلم ما تجعله يزداد يقينا وإيمانا برؤية الله عز وجل. لذا الأدلة في ذلك حقيقة موجودة في صحيح الإمام مسلم،
حيث روى الإمام مسلم في صحيحه كتاب الإيمان باب في ذكر سدرة المنتهى حديث رقم 174 بعد 280 بإسناده قال حدثنا الشيباني قال سألت زر بن حبيش عن قوله عن قول الله عز وجل فكان قاب قوسين أو أدنى قال أخبرني ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل عليه الصلاة والسلام له 600 جناح. إذن هنا فكان قاب قوسين أو أدنى أنه رأى جبريل عليه الصلاة والسلام. انظر الآية الأخرى قال عن زر عن عبد الله قال ما كذب الفؤاد ما رأى قال رأى جبريل عليه الصلاة والسلام له 600 جناح. وعن زر بن حبيش عن عبد الله قال لقد رأى من آيات ربه الكبرى قال رأى جبريل في صورته له 600 جناح. إذن عندنا ما يلي إخواني في الله فكان قاب قوسين أو أدنى أو ما كذب الفؤاد ما رأى وأيضا لقد رأى من آيات ربه الكبرى. ماذا كل ذلك في من؟ أنه رأى جبريل عليه الصلاة والسلام. طيب ثم بوب الإمام النووي على خلاف هذه التبويبات ممن؟ في صحيح مسلم باب معنى قوله عز وجل ولقد رآه نزلة أخرى. وهل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة الإسراء؟ هكذا بوب أو هذا التبويب في صحيح الإمام مسلم. قال عن أبي هريرة ولقد رآه نزلة أخرى قال رأى جبريل. إذن هذا طريق آخر. طبعا ابن عباس انظر هنا قال رآه بقلبه. فهل كلام ابن عباس عن الله أم عن جبريل؟ عن جبريل لا، رآه بعينه. إذن بقلبه ماذا يقصد ابن عباس؟ رؤية الله عز وجل. طيب انظر وعن ابن عباس قال ما كذب الفؤاد ما رأى ولقد رآه نزلة أخرى. قال أيضا هذه الآية يمكن أن تحمل على رؤية الله، لكن ماذا قال؟ قال رآه بفؤاده مرتين. إذن الخلاف بين السلف حصل، هذه الآية هي عن الله أم عن جبريل؟ فالذي قال رآه بعينه قال رأى جبريل، والذي قال هي عن الله قال رآه بقلبه. هذا هو الخلاف بين السلف فيما قال شيخ الإسلام، أنه لا خلاف بين الصحابة في هذه المسألة.